وللحديث عن استمرار القمع الذي يتعرض له المتظاهرون وعمليات ملاحقة الناشطين، معنا من الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد. أهلا بك معنا سيد كاظم. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، وتحية لك ولمشاهديك الكرام وقناتكم الرائدة. أهلا بك سيد كاظم. يعني بداية غضب واسع من تبرئة جميل الشمري من مسؤولية المجزرة في الناصرية كما تعلم، كيف استقبل متظاهرو ساحة الحبوبي هذا الخبر؟ ساحة الحبوبي تفاجأت، والشارع الذقاري بشكل عام تفاجأ من تكريم أحد الأحزاب والميليشيات المتنفذة لهذا المجرم جميل الشمري. على ماذا تم تكريم جميل الشمري؟ الكثير من أبناء ذيقار يتساءلون، هل تم تكريم جميل الشمري جزاء لما فعله في مجزرة جسر الزيتون في الناصرية؟ هل هناك استخفاف بثورة تشرين؟ وثورة تشرين طبعا لم تأتي من قبل مكون ولم تنحصر بجهة معينة، بل هي ثورة عامة وشاملة شارك فيها الفلاح والعامل والخريج والدكتور والموظف وكل طبقات الشعب وشرائحه شاركت في هذه الثورة العظيمة. هل أن الحكومة تستخف بهذا الشعب الثائر وتكرم قتلة هذه الشباب التي قامت بهذه الثورة العارمة ضد الفساد والطغيان؟ طبعا الشارع الذقاري وبشكل عام وخاصة ساحة الحبوبي رفضت ما قامت به أحد الميليشيات بتكريم جميل الشمري، وقد أكدت على مطالبها الأساسية بمحاسبة قتلة المتظاهرين، وطبعا على رأسهم هذا المجرم أي المدعو جميل الشمري. طبعا السلطة الحاكمة سلطة الميليشيات هي ليست سلطة رسمية، بل هي سلطة ميليشيات تحاول طمس معالم الجريمة التي تعرض لها أبناء الشعب العراقي ليس في ذيقار فحسب، بل في كافة المحافظات المنتفضة الوسط والجنوب. نطالب القضاء العراقي الذي أصدر مذكرة اعتقال طبعا في زمن عادل عبد المهدي، وقد أكدت هذه المذكرة في زمن الحكومة الحالية، هناك أكثر من 130 حسب علمي من محافظة الناصرية، أكثر من 130 شكوى على المجرم جميل الشمري، وقد جاء الرد من محكمة الناصرية بأنه تم إصدار مذكرة إلقاء قبض على هذا المجرم. فبدل أن نرى أن الحكومة تباشر وتنفذ أوامر المحكمة، تقوم على العكس من هذا، تكرم هذا المجرم وتستخف بأبناء الشعب العراقي وتستخف بالثوار وبدماء الشهداء. الناصرية قد نظمت تظاهرة، ويوم الجمعة سيكون لنا موقف على هذا التصرف المشين بحق أبناء الشعب العراقي والاستخفاف بدماء أبناء ذيقار. يعني هنا السؤال سيد كاظم، وفق تقديرك هذه الخطوات الحكومية ومثيلاتها كيف ستنعكس على الحراك وعلى ساحات التظاهر في ظل التضييق الحكومي كما نعلم وتعلم، والحملة الشرسة ضد المتظاهرين؟ سيد الكريم، الحكومة تحاول قدر جهدها بأن تقضي على ثورة تشرين المباركة من خلال ترويجها إلى الانتخابات القادمة، تحاول إبعاد أنظار الناس عن الجرائم المرتكبة بحق الثوار. فتارة نرى هذه الحكومة تشيد بجهود الثوار وتعتبرهم شهداء وهم أبناء البلد، ومن ناحية أخرى تقوم بتكريم قتلة المتظاهرين، إلا أن هذه الأكاذيب وهذه الأفاعيل لن تنطلي على أبناء ذيقار وهم مستمرون وغاضبون جدا، والجميع لن يتوقف عن ساحات التظاهر ولم ينتني حتى تتم محاسبة المجرمين. هناك مطالب طبعا عديدة، ليس في من ناحية جميل الشمري فحسب، بل هناك الكثير قد شارك بقتل المتظاهرين، وهناك كوافم وملثمين، وهناك جهات تعلن وتؤكد بأنها تدير هذه الملثمين علنا، وهناك جهة تحاول أن تتوصل إلى منصب رئيس الوزراء وهي تعلن علنا، يقولون نحن نستخدم الكوافم ونستخدم ما يسمى بالسيارات البطة. فهذه الحكومة هي حكومة ميليشياوية، خصوصا ما أكده قبل فترة النائب عبد الستار جابر الجابري النائب في لجنة العفو والعضو في لجنة النفط والنيابية.
قال بأن محافظ ذي قار هو لا يدير المحافظة، بل أن هناك محافظ ظل هو من يدير المحافظة، ويعني أن هناك جهة حزبية متنفذة، وهذه الجهة الحزبية قد كانت تشاركنا ساحة الحبوبي، وهذا أنا شخصيا أكدته مرارا ولعدة قنوات ولعدة فضائيات، أن هذه الجهة ذاتها هي من كانت تشاركنا في ساحة الحبوب، هي تسيطر على القرار حاليا، وهي من تدير الملف الأمني مع شركائها من باقي الأحزاب والميليشيات المتنفذة، ولم تكن الحكومة إلا مجرد هي واجهة رسمية لا غير. المحافظ قد ذكر قبل فترة وكان متذمرا جدا، قال هناك بعض النواب محافظة ذي قار ولم يذكرهم بالاسم، وقال ان هناك عدة جهات تحاول ابتزازي من اجل الحصول على مكاسب. ما ادى بان عبد الستار الجابري ان يطرح هذا في البرلمان، وربما ستكون هناك جلسة او استضافة لمحافظ ذي قار لتوضيح ما ذكره مسبقا. نعم، يعني هذه الحكومة سيد كاظم، هذه الحكومة ميليشياوية فيما ذكرته، هذه الرؤية هل يعني يتفق معك بها يعني عموم المتظاهرين؟ هل أصبح هناك وعي عام بأن هذه الحكومة والميليشيات في خندق واحد تجاه ثورة تشرين؟ نعم سيد الكريم، هي ليس في هناك حكومة وميليشيات لا، بل أن الحكومة ذاتها هي ميليشياوية، هي حكومة ميليشيات، هي مجرد بالواجهة تسمى حكومة، إلا أن واقعها الأصلي هو محافظة ميليشياوية، وقد تم تقسيم المناصب والمغانم على هذا الأساس. فالحكومة أصلا هي حكومة ميليشيات، والشعب يعلم هذا. طبعا في سنة 2018، لكي تكون الصورة واضحة، في سنة 2018 أعلن بأن النتائج كانت 45% نسبة المشاركة في الانتخابات، وفي الواقع هي كانت لا تتجاوز 19%. فهذه السنة قد سألتني قبل قليل ما هو رأي الشارع حول هذه الحكومة الميليشياوية، الجميع يقول بأنه سوف لن يذهب إلى مراكز الانتخاب وسوف يقاطع الانتخاب، وأغلب الناس يعني أغلب من 80% من خلال استطلاعنا للرأي، أكثر من 80% هو مقاطع الانتخابات. هذا يعني أن الشعب قد وصل إلى وعي وإلى نتيجة بأن هذه الحكومة هي حكومة عقيمة وسوف لن تحقق طموحات الشعب، وبالتالي فإن الميليشيات قد أصبحت في وضع ضعيف لا تتمكن أن تروج لنفسها بشيء. نعم، إذن الناشط في التظاهرات كاظم ماجد كنت معنا من الناصرية، شكرا جزيلا لك.